صلى على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كورة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين طبعا بعد قرار انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة طبعا قرار سيء جدا وفضيحة قروية للكرة المصرية نادي الزمالك للمرة الثالثة بينسحب أمام النادي الأهلي، وده طبعا شيء مغزي جدا ومحزن لكل عشاق الرياضة في مصر لأن ده طبعا بيعكس صورة سيئة عن الكرة المصرية طيب اسباب انسحاب نادي الزمالك من مباراه القمه ضد النادي الاهلي كانت اسباب غير منطقيه جدا. هقول لحضراتكم. رقم واحد قال لك غياب مبدا تكافؤ الفرص. غياب مبدا تكافؤ الفرص ليه؟ قال لك لازم الفريق المنافس اللي هو النادي الاهلي. الناس دي يا جماعه ما هي شايفه في حياتها غير النادي الاهلي. يعني الناس دي لو اشتغلت على نفسها واللعيبة دي اشتغلت على نفسها والنادي ده اشتغل على نفسه بمجلس ادارته اعتقد هيبقى زي النادي الاهلي وافضل ليه؟ لان هيبقى في منظومة ثابتة بقول لك غياب مبدأ تكافؤ الفرص لما النادي المنافس يخلص كل مباريات المؤجل طيب نادي الزمالك فاضله مباراتين مؤجلين من الدور الاول والنادي الاهلي فاضله مباراتين مؤجلين من الدور الاول إذا هنا في مبدأ تكافؤ فرص. ده رقم واحد اللي نادي الزمالك ومجلس إدارته بيتكلم عليه. قال لك أكد نادي الزمالك أن قرار الانسحاب جاء نتيجة لانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخه مبادئ كرة القدم. بسبب ايه؟ بسبب المباريات المؤجله وانا قلت لحضرتك ان نادي الزمالك فاضل مبارتين مباراتين مؤجلين من الدور الاول والنادي الاهلي فاضل له مباراتين مؤجلين من الدور الاول اذا ده رقم واحد تمام ان هنا كده في مبدا تكافؤ فرص. طيب قال لك التحقيق مع الحكم احمد الغندور وابراهيم نور الدين وإيقافهم رسميا لأن طبعا الأخطاء التحكيمية اللي أدت في مباراة المصري تم تغيير نتيجة مباراة الزمالك مع المصري بسبب مخالفات تحكيمية مما أثر على موقف الفريق في ترتيب الدوري. مطالب بإيقاف الحكام، نادي الزمالك طالب بإيقاف حكم الساحة والفيديو من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي. ما هو لو كل واحد يا جماعة الحكم غلط في مباريات وطبعا الأخطاء التحكيمية في المباريات جزء من متعة كرة القدم. فعشان إن أي حكم يغلط في أي مباراة أستبعده من إدارة المباريات للفريق ده يبقى مش هنلاقي حكام تحكم لنا مباريات. الأخطاء التحكيمية واردة دي كان ممكن يتم فيها النقاش مع لجنة الحكام ولكن نادي الزمالك قال لك اخربها على الكل بقى ما دام انا كده كده ترتيبي في الجدول سيء يبقى ايه اخربها وخلاص. طيب. قال لك على الرغم من هذه الاسباب فإن نادي الزمالك هيواجه عقوبات كبيرة وعقوبات محتملة بما في ذلك خصم نقاط وغرامات مالية يبدو أن هذا القرار أثار جدلا واسعا في أوساط متابعي كرة القدم. المصري طيب ايه عقوبات نادي الزمالك من الانسحاب في مباراة القمة بالطبع بعد انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة طبعا لازم يكون هناك عدة عقوبات محتملة قد تواجه النادي في الايام اللي جاية رقم واحد خصم ست نقاط ثلاث نقاط في الوقت الحالي وثلاث نقاط في نهاية الموسم بالطبع وكمان ثلاث نقاط باعتبار الفريق المسحوب مهزوما 2-0 إذا هيتم خصم من نادي الزمالك تسع نقاط يتم خصم نقاط من رصيد الزمالك في الدور المصري نتيجة الانسحاب رقم اتنين طبعا هيكون فيه هناك غرامات مالية كبيرة جدا على النادي وعلى كل من له يد في انسحاب نادي الزمالك هيتعرض النادي لدفع غرامات ماليه بسبب قرار الانسحاب وغرامات ماليه كبيره جدا. رقم ثلاثه طبعا هيكون في تاثير على سمعه النادي وعلى الشركه الراعيه وعلى مصر عامه. قد يؤدي هذا القرار الى تاثير سلبي على سمعه النادي وعلاقته مع الجماهير والمنافسين. من الواضح أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط متابعي كرة القدم المصرية. طبعاً كان في تدخل من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعقد جلسة مع الأستاذ حسين لبيب ومجلس إدارته وتم الإتفاق على خوض مباراة القمة في ساعة المؤتمر. وطبعا تم إبلاغ عبد الواحد السيد من قبل الكابتن حسين لبيب بدخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقمه وطبعا ساعات ما كملناش ساعتين تم تغيير القرار بعدم خوض مباراة القمه. أولا لازم طبعا كلنا نركز في تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعد انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمه أمام النادي الأهلي. ده راجل قانون وراجل دولة لازم يكون ليه قرارات في تصريحاته أكد الوزير أنه لم يضغط على الزمالك لخوض المباراة لهم خلاص ده قراركم اتحملوا نتيجة قراركم وأكد على رابطة الأندية ومجلس اتحاد كرة القدم المصري بتنفيذ اللوايح على أي حد قال كمان ان هو بيركز دايما لتطبيق اللوائح والقوانين دون التدخل في قرارات اللعب او التحكيم قال لك انا ماليش دعوه بالقرارات دي ومليش دعوه بده ولا بده انا عندي ليحة وقوانين همشي بيها ولازم اطبق هذا القرار يجب بالذكر ان هذا القرار اثار جدلا واسعا في اوساط متابعي كره القدم المصريه طيب عزيزي المشاهد هل حضرتك يعني معتقد ان هذا القرار كان قرارا صحيحا من مجلس اداره نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة قمه ينتظرها عشاق الكره المصريه والعالميه والعربيه طبعا قرار خطا. طبعا في اختلاف كبير جدا بين مشجعي نادي الزمالك كان هناك المؤيد لقرار الانسحاب وهناك معارض لقرار الانسحاب. المؤيد بيعتبر يعني وكان انه يعبر عن رفض الظروف الغير منصفه ومن ناحيه اخرى هناك من يعتبره قرارا متسرعا. ويروج للبقاء في المباراه حتى النهايه. في النهايه يعكس هذا القرار توجيهات الجمهور والمشجعين الذين يتابعون الفريق عن كسب. هل تعتقد ان هذا القرار وقرار الانسحاب سيؤثر على سمعه نادي الزمالك ومستقبل نادي الزمالك؟ من الواضح. أن قرار الانسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة سيكون له تأثير على مستقبل النادي، هذا القرار قد يؤدي إلى التأثير على الصورة العامة، قد يؤثر هذا القرار على سمعة النادي وعلاقته مع الجماهير والأندية والمشجعين، كمان هيكون في عقوبات رسمية، قد يتعرض الزمالك لعقوبات رسمية من قبل الجهات المختصة مثل خصم النقاط أو دفع غرامة مالية كمان تأثير على الأداء الرياضي قد يؤثر هذا القرار على أداء الفريق في المباريات المقبلة وفي البطولات المقبلة. بالنهاية ده قرار طبعا يعني تأثير هذا القرار على كيفية التعامل النادي مع النتائج وكيفية تقديم العذر للجماهير والمشجعين. طبعا ده قرار نادي الزمالك وقرار مجلس ادارته محدش يقدر يتكلم في هذا القرار هم شايفين مصلحه نادي الزمالك اكتر مننا لكن طبعا ما كناش نتمنى ابدا ما كناش نتمنى ابدا ان نادي الزمالك يتحط في الصوره دي لانه قطب من قطبي القرى المصريه فريق كبير فريق عظيم جمهور كبيره وعظيمه بالملايين لنادي الزمالك ما كنتش اتخيل او اتوقع ان جماهير نادي الزمالك هتتحط في الموقف ده في جماهير طبعا مؤيده لقرار الانسحاب وفي جماهير طبعا معارضه لقرار الانسحاب وده طبعا لا بسبب القرار المتسرع اللي اخده مجلس اداره نادي الزمالك بالانسحاب وعدم لعب القمه لان طبعا لو كان تم التراجع عن هذا القرار كان نهايه هذا المجلس هتكون انتهت وهتكون صوره هذا المجلس انهزت امام الراي العام وامام جمهور نادي الزمالك في النهاية يا صديقي مليش غير أقول لك شكرا جزيلا لحضرتك إن انت كملت معايا الحلقة دي للنهاية ويريد فضلا وليس أمرا تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل أخبارنا أول بأول شكرا يا صديقي واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته